صراحة يوم بدأت تشتغل قلت كلاب بدأ موافقة كهرباء مين زرع الشجر على النص؟ أنا الكهرباء أنا ليش كهرباء؟ حسن عبد الله صح؟ لما يكون من شهر 11 في الزراعة للكهرباء أنتم في شجر روحوا اقصوا عليه تعالوا خلينا نتعاون معهم قصة هم مش تجيني ثاني الليل ثاني الليل والكهرباء تتخرب من الإسلام صراحة بتشكوا لما لا تدافع عن الغلط لا تدافع عن الغلط حسن عبد الله لازم يروح اليوم لأن الحلقة الأضعف سيدي لأن لما حلقة الأضعف والله أنت الحلقة الأضعف والله أنت الأضعف ما زعلك كهرباء جاك بزعلك بزعل 100 من كده لا تقول لا تزعل عيب احنا اللي حلقه لا عيب انت اللي عيب مو قصدك انا ما قصدتك انت شخص انا ما قصدتك انت شخص انا قصدت المجلس كله ما بتعرف لا بس انت مش انت اللي تعمل لا مش انت اللي تعمل لا تقاطع وحق الليل لا هو